حتى هذه اللحظة أعتقد أن السيسي لا يعني لا يستجيب لطبل وزمر المنافقين. ولكن هناك عاوز أقول لك معلومة مهمة، يعني هناك ميكروب صغير يتسلل ببطء شديد جدا داخل جسم الانسان، سواء كان انسان عادي او مسؤول او حاكم او اي شيء. هذا الميكروب البطيء جدا الذي يتحرك تقدر تعتبريه ميكروب السلطه، او اذا تمكن هذا الميكروب من اي شخص على المدى الطويل يصبح الأمر كارثة بالنسبة للشعوب. لكن هذا الميكروب اللي أنا بقول لك عليه تسلل إلى شرايينه حتى وصل بنا إلى ما وصلنا إليه. فأنا أدعو الله مخلصا أن يجنب السيسي ويبعد عنه شر هذا الميكروب ويظل على ما هو عليه. والرجل كما عرفته شديد التواضع، شديد الإخلاص لهذا البلد، شديد الوعي بمشاكل هذا البلد.